كان حقيقة هذا التسليم جاء جدا متأخر، لأنه في البدايات الأولى للتحقيق خلينا نكون ونصارح شعبنا بها، أن فريق التحقيق الدولي كان يقرن تسليم هذا التقرير بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، لهذا لم يصر إلى الانتقال للخطوة الثانية. هاي يعني مساومة علني للقضاء العراقي؟ نعم كانت مساومة فيما يتعلق بتسليم التقرير والوثائق كاملة للحكومة العراقية منذ عام 2017 لغاية يومنا هذا، كانت مقرونة بعدم إيقاع عقوبة الإعدام. لهذا تجد أن كل الحكومات حقيقة من 2016 لغاية اليوم تماهلت وتكاسلت في مسألة مقاضاة مجرمي داعش، باستثناء القضاء العراقي الذي تصدى وبجدارة وأصدر أحكام الإعدام وفق الأدلة والشهادات المتوافرة.